يبقى خدنا انماط، خدنا تمثيل بياني بالاعمده، التمثيل البياني بالصور. يعني ايه التمثيل البياني بالصور؟ هي بدل ما امثل البيانات بالاعمده، لا همثلها بالصور. بص كده، قامت ساره بجمع بيانات حول اكثر الحيوانات التي شاهدها اصدقاؤها في حديقه الحيوانات. احنا قلنا ده احصاء بنعمله، او بيانات بناخدها من الطلاب بنحطها على الايه؟ على البيانات المحور ده. فدخلنا الفصل وقلنا كم واحد شاف الفيل، كم واحد شاف القرد الاسد. فالفيل مكتوب قصاده كده، التكرار بتاعه كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب القرد مكتوب قدامه كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة، الخمسة بنعملها كده وبعدين وجنبه واحد. طيب الأسد موجود قدامه كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. الزرافة اثنين، دي اسمها ايه؟ اسمها تكرار. بنعدها ازاي؟ بنعد كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة. طالما وصلت أربعة بحط الخامس كده وبعده، أقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طب كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أول ما أوصل 10 الخمسة الثانية أروح أعمل كده. ده مهم جدا، ده اسمه الإيه؟ اسمه التكرار. طيب، ويمكن تمثيل البيانات السابقة باستخدام الصور. يعني إيه الصور؟ يعني أنا مش هعملها على الإيه؟ على الأعمدة، هعملها بالصور. لكن في كل حاجة لها مفتاح. إيه المفتاح ده؟ بيقول له خد بالك، هو هيرمز بوجه ضاحك. بوجه إيه؟ ضاحك. بيقول لي الوجه الضاحك ده زي ما مكتوب كده، المفتاح، كل وجه ضاحك يمثل صديقين، وكل نصف يمثل صديق. يعني دي بتساوي اثنين، ونص الوش كده بيساوي واحد. طيب الأسد مرسوم قدامه كام؟ مرسوم قدامه وشين. طب دي معناها ايه؟ هو قال لي الوش باثنين، يبقى اثنين اربعه، يبقى فعلا الاسد الفيل اربعه. طب القرد مرسوم قدامه ثلاث وشوش، وش اثنين ثلاثه. طب ده ايه؟ هو قال لي هنا المفتاح ايه؟ ان الوش باثنين، يبقى اثنين اربعه سته، يبقى سته فعلا، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. الاسد مرسوم قدامه وشين ونص، وش وش ونص وش، اثنين أربعة واحد، يبقى خمسة. ليه؟ لأنه قال لي نص الواحد، نص الوش يحسب واحد، مش بمزاجك، أنت عندك مفتاح ماشي عليه. والأسد فعلا كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صح خمسة. الزرافة جايب لي وش واحد، الوش واحد بكام؟ باثنين، يبقى الزرافة اثنين فعلا، دي أربعة ودي التكرار بتاعها ستة، ودي الأسد كام؟ خمسة، والزرافة إيه؟ اثنين. تمام؟ اقدر امثل ده على الصور، واقدر امثله فين؟ على بالاعمده. انت الحصه اللي فاتت الاعمده ازاي؟ تعال نشوف كده، ادي الاعمده، هنا فيل، وهنا قرد، وهنا اسد، وهنا الزرافه. احنا قلنا المحور ده الافقي بنحط عليه البيانات، وده ارقام. طب اعمل ارقام واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ احنا ما عنديش من عندي من اثنين لسته، يبقى اعمله واحد وخلاص. ده صفر وده واحد، اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. الفيل كام؟ اربعه. فين الاربعه؟ اهي، حط نقطه هات مسطرتك. تمام، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. هو الفيل كام واحد؟ الفيل اربعه، هلون منه ايه؟ اربعه، وليكن دول كده اربعه. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، وده العمود ممتد. القرد كام؟ القرد ستة. فين الستة؟ أهي، يبقى هلون ست مستطيلات، أدي مستطيل اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. الأسد كام؟ خمس. فين الخمسة؟ أهي نقطة، وأدي العمود، وخمسة، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. الزرافة كام؟ اثنين في الاثنين، أهي هلون مستطيلين بس. يبقى أنا كده عملت تمثيل بياني بالأعمدة وتمثيل بياني بالصور. يجيب لي وردة، يقول لي الوردة تساوي واحد، الوردة تساوي خمسة، الوردة تساوي 10، حسب المفتاح اللي هو بيديهولي. هو كاتب هنا اهو، المفتاح كل وش يمثل صديقين. ممكن يقول لي الوش يمثل خمسه. تمام؟ طيب، ومن خلال التمثيل البياني بالصور نجد ان الحيوان الاكثر مشاهده من الاصدقاء، بيسالني انا بقى ايه هو الحيوان، ايه هو الحيوان الاكثر مشاهده؟ ابص هنا، مين الحيوان الاكثر مشاهده؟ اقول له الايه؟ القرد. طيب،
عدد الأصدقاء الذين شاهدوا الأسد. كم واحد شاف الأسد؟ هقول له 5. سهلة جدا جدا. عدد الأصدقاء الذين شاهدوا الفيل، فين الفيل؟ والله اللي شاهد الفيل 4، أقول له 4. بعد كده العدد الكلي للأصدقاء الذين شاهدوا الفيل والأسد. العدد الكلي يبقى هجمع، فين الفيل؟ 4. والأسد كام؟ 5، أجمعهم على بعض 9. طيب الفرق بين عدد الأصدقاء الذين شاهدوا القرد والزرافة، الفرق يبقى أنت هتطرح وأنت مغمض، المجموع يبقى هنجمع، الفرق هنطرح، فرق بين مين ومين؟ قال لي القرد والزرافة، فين القرد؟ 6، والزرافة كام؟ 2، يبقى 6 ناقص 2. عرفت منين إن هي طرح؟ هو قال لي الفرق، الفرق أنت معاك 10 جنيه وأنا معايا 5 جنيه، إيه الفرق اللي بيني وبينك؟ هطرح اللي معاك مين معايا؟ طب أنت معاك 5 وأنا معايا 10، ايه هو مجموع اللي معانا؟ هنجمعهم على بعض. طيب العدد الكلي للاصدقاء الذين شاهدوا الفيل والقرد والاسد والزرافه، عايز كل الاصدقاء اللي شاهدوها، هقول له كام؟ الفيل كام؟ 4، القرد كام؟ 6، الاسد كام؟ 5، الزرافه كام؟ 2، اجمعهم على بعض 10 و7 17 ايه؟ تلميذ. ادي تمثيل البياني بالصور. ممكن تشيل وش وتحط ايه؟ وتحط ورده، تحط قلب، ممكن يشيل الاسد والفيل ويحط خضروات، يحط فواكه، يحط شهور، الشهور اللي بيحبها التلاميذ، الفصول السنه اللي بيحبها التلاميذ، الاكلات اللي بيحبها التلاميذ، سهله جدا ايا ايا كان اللي اتغير مش هتفرق ايه معاك. ندخل بقى على ايه؟ ثالث نوع من التمثيل البياني، هو التمثيل البياني بالايه؟ بالنقاط. يبقى اخذنا التمثيل البياني بالاعمده والتمثيل البياني بالصور، يعني ايه صور؟ مش هرسم، دي كده الحل. بعد التكرار وحط. تمام؟ طب تعالى ناخد بقى التمثيل البياني بالنقاط. تعالوا ناخد نفس المسألة دي على التمثيل البياني بالنقاط. تمثيل البياني بالنقاط، فأنا محتاج خط إيه؟ خط أعداد. بص معايا كده. آدي التمثيل البياني بالإيه؟ بالنقاط. هنا بيقول لي مخطط تمثيل بياني بالنقاط هو تمثيل بياني يعرض البيانات كعلامه اكس. هنا الاول كان بالاعمده، الثاني كان بالصور، ده هنحط حرف اكس كده على الايه؟ على العلامه. فوق كل قيمه على خط الاعداد لاظهار عدد مرات تكرارها. قام تاجر حلويات بوضع قطع الحلوى في برطمانات كالاتي، تاجر حلويات تمام؟ عنده برطمانات فيها حلويات. حطها على الرف كده. ماشي يا سيدي، ادي برطمان وادي برطمان وادي برطمان وادي برطمان وهكذا وادي برطمان. بعدين ويمكن عرض عدد قطع الحلوى الموجوده في كل برطمان كالاتي، نحدد اعداد قطع الحلوى داخل برطمان، هو البرطمان الاولاني فيه 4 والثاني فيه 3 والثالث في 2 والرابع في 4 والخامس في 6 والسادس في 2 وعمل لي رف تحت تاني. ادي 1 2 3 4 5 6. في النوع ده من البيانات بنعد كام تكرار. البرطمان اللي تحت في 6، 1 2 3 4 5 6، وبعديه 3، 1 2 3، وبعديه كام؟ 4، 1 2 3 4، وبعديه كام؟ 3، 1 2 3، وبعديه كام؟ 2، 1 2 4 6 8 4 5 6، ودول كام؟ 6. انا عارف 1 2 3 4، هنا في 6 وهنا في 3، هنا في 4 وهنا في 3 وهنا في 2. طيب زي ما انت شايف ان التمثيل البياني بالنقاط بقى فيه تكرار. تمام؟ انا بعمل ايه؟ انا باجي على خط الاعداد هنا واعمل 1 2 3 4 5 6 7 8، وبرجع اشوف ايه اللي اتكرر عندي. بص كده معايا، العدد 1 جه هنا، لا مفيش ولا برطمان فيه 1، ماليش علاقه بيه. العدد 2، ها تعال نعد، ادي 2 هعمل اكس،
هكمل معايا ها 2 هعمل اكس، كمل معايا ها في 2 تاني اه في 2 اكس. يبقى ده كده معناها ان البرطمانات اللي فيها 2 كم واحد؟ 3. ده كم واحد؟ 3. طيب البرطمان اللي فيه 3 تعال نعد، ادي 1 نكمل، 2 نكمل، 3 برضه 1 2 3. طب البرطمان اللي فيه 4 تعال نعد، ادي 1 2 3 نفس الحكايه 1 2 3. طيب البرطمان اللي فيه 5 تعال نشوف اللي فيه 5 كده، لا ده 4 3 2 4 6 2 6 3 6 4 مفيش 5، هسيب الخمس، الستة كم واحد في 6؟ ادي 1 2 3، 1 2 3 تمام. ادي التمثيل البياني بالايه؟ التمثيل البياني بالنقاط، التمثيل البياني بالنقاط تمام. يبقى عدد برطمانات بنعد تكرار ونحطه، بنعد تكرار ونايه ونحطه. طيب تعال ناخد واحد تاني، التمثيل البياني بالنقاط الاتي يوضح درجات التلاميذ في ماده الرياضيات، لاحظ الرسم ثم اجب على الاسئله. تعال نشوف نوع تاني، دول تلاميذ جابوا درجاتهم اهي في الامتحان تمام، لكن هي مرقمه كام؟ مرقمه 5 6 7 8 9 10. طيب دي جايه في الكتاب كده، اول واحد عامل لي ايه؟ اكس 2، 6 عامل لي 3 1 2 3، 7 عامل لي 1، 8 عامل لي 1 2، 9 عامل لي 4 1 2 3 4، 10 عامل لي 2. معناه ده معناه ايه؟ معناه الاطفال او الطلاب اللي جابوا خمس خدوا 5 من 10 طالبين، واللي جابوا 6 من 10 ثلاث طلاب، واللي جابوا 7 من 10 طالب واحد بس، واللي جابوا 8 من 10 طالبين، واللي جابوا 9 من 10 اربع طلاب، واللي جابوا 10 من 10 طالبين اثنين. ده هو جايبها لي كده فين؟ في الرسم. بقول لي بقى جاوب على الاسئله دي، كم عدد التلاميذ الحاصلين على درجه 8؟ فين 8؟ اهي كم واحد؟ واحد من اول 2 يا ستي، اللي جايبين 8 2 تمام، درجه 8 2 جايبينها. السؤال الثاني، ما الدرجه التي حصل عليها اكبر عدد من التلاميذ؟ فين اكبر نقاط هنا؟ دي، يبقى اكبر درجه، اكبر درجه اللي جابها التلاميذ هي كام؟ درجه 9. عرفت منين؟ ما هو عامل لي 4 اكس، ده اكبر عدد من الطلاب. بعد كده ما الفرق بين عدد التلاميذ الحاصلين على 9 و5؟ فرق يبقى هطرح. طب عايز ايه يا سيدي؟ اللي جابوا 9، اللي جابوا 9 كام؟ 4. واللي جابوا كام؟ واللي جابوا 5، اللي جابوا 5 كام؟ 2. 4 ناقص 2 هقول له 2 تلميذ بس. سهله جدا. ما مجموع التلاميذ الحاصلين على الدرجه 6 والدرجه 10 معا؟ المجموع يبقى هجمع اهو. طيب اجمع ايه؟ اللي جابوا درجه 6 فين 6؟ اهو 1 2 3. واللي جابوا كام؟ واللي جابوا 10 فين ال 10؟ 1 2. هجمع اقول له 5 طلاب. ادي التمثيل البياني بالنقاط، والتمثيل البياني بالصور، والتمثيل البياني بالاعمده. الحصه الجايه ان شاء الله هناخد قياس الاطوال وتقديرها، وكمان ناخد معاها درس ازاي نحول من السنتيمتر للمتر، ونحول من المتر للسنتيمتر. اشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله.